السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس الأخير هو فيديو إضافي لموقع رايتر لكتابة المقالات. كما ترون موقع هو موقع رائد ومنافس كما قلنا للموقع تكست بروكر. كما ترون هنا الموقع يتيح إمكانية ليس فقط كتابة المقالات. We will write your article, blog post, press release, ebook, Kindle ebook, Amazon review, cover letters. يعني هذه كلها إمكانات يمكنك كتابتها. أرتيكلات الخاصة بالبلوجات, الإيبوك الكتب الإلكترونية, والكيندل بوكس الخاصة بالأمازون, وكذلك ريفيوز الخاص بموقع الأمازون, كوفرز ليتر هما طلبات العمل أو غير ذلك التي تكتب والمزيد. كما ترون هنا بالنسبة للأسعار التي يقوم بها الموقع, نأتي إلى برايسينج لمقارنة الأسعار. وننزل هنا, الموقع يخصص مجموعة من الباكاج لكل واحدة من, مثلا إذا اخترنا أرتيكل ستاندر بالنسبة ل 150 ووردز يدفع $40 سنت. هذا بالنسبة للعميل, أعتقد هذا بالنسبة للعميل لأنه هو الذي يقوم بدفع الموقع, يأخذ نسبة معينة وأنت تأخذ نسبة معينة. هذا بالنسبة للأرتيكلز, أرتيكلز رايت بالبلوغ بوست. مثلا الإيبوك سوف تجدون مبالغ مرتفعة, مثلا 7000 كلمة ب $230. يعني تقارنون هذه الأسعار وغير ذلك, وتأتون بالنسبة للتسجيل تضغطون على زر لوجين, تأتون إلى أسفل تضغطون على need to sign up, click here, وتقومون كما هو متعارف وكما هو يعني عادي بملء جميع المعلومات, الإيميل الأدريس وإلى غير ذلك, last name, user name, agree to decline, provide, وتضغطون على زر register. ومن بعد يعني هذا مخصص لي يعني للعميل الذي يريد طلب المقالة. أما أنتم فتقومون بكتابة المقالة, تختارون أنكم لا تريدون طلب order content وإنما تريدون كتابة المقالات.